انا كنزي محمد وعندي 11 سنه. حلمي ان انا اكون مذيع، وهقدم لكم حاجه دلوقتي او مشكله فعلا الناس بدات تتضايق منها، وانا واحده من الناس بدات اتضايق كطفله. يعني ايه ترند؟ الناس فاهمه غلط. الناس عارفه ان ترند اي حاجه هلس بتطلع دلوقتي بقت ترند، بس ما يعرفوش ان الترند اللي المفروض يطلع ان اي حد بيقدم حاجه هادفه ديت اللي تبقى ترند. الناس دلوقتي بقوا يطلعوا اي حد ترند وخلاص، اي حد بقى يستضيف اي حد وبقى يطلع ترند على طول. نصحى من النوم نلاقي اغنيه ضربه معديه المليون، شيماء اسمها شيماء، وعمالين يغنوها بكلمات غريبه محدش فاهمها اصلا، وفي الاخر